أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من فقرة دكتور يمان مع شيف مان. زي ما عودناكم كل أسبوع بنحاول نجيب أكلة انشهرت إنها إلها علاقة بالصحة الجنسية أو بالخصوبة. هدول بالإنجليزي يسموهم أفروديزياك، هدول المنشطات. هلا اليوم جبنا لكم مكون موجود في كل بيت، بجوز ما حدا بيعرف إنه فعلا دائما عليه الحكي إنه هو يعتبر أحد المقويات الجنسية اللي بتحسن صحة الرجل، اللي هو الموز. الموز عبارة عن بطارية من الطاقة، يحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم، والبوتاسيوم ضروري لانقباض العضلات، كمان ضروري لتوسيع الدورة الدموية، ويحتوي على العديد من الألياف وعديد من الفيتامينات اللي بواظب عليه راح يلاحظ ارتفاع عالي في مستوى نشاطه، وبالأخير بيؤدي إلى تحسن في أدائه خلال العلاقة الزوجية. إضافة لذلك الموز يعتبر من الأمور اللي بيعمل توازن في الهرمونات وبيحسن كمان المزاج. إضافة للموز جبنا أشهر مادة دائما بنحكي عليها بهاي المواضيع اللي هو العسل. رح نعمل منهم وصفة رح يقدم لنا إياها الشيف تيمور اليوم، رح تكون وصفة مميزة. تيمور شو رح تعملنا اليوم بالموز والعسل؟ بدي أعمل فطور. أنا دائما بحس، إحنا دائما نحكي بحلقاتنا الفطور أو منبلشها بفطور، أنا بحس الفطور هو يعني أهم وجبة للشخص. صحيح. لأنه هو بتصحى الصبح أنت بتكون صار لك ساعات طويلة مش ماكل، فأنت جاهز لا تحرق الطاقة اللي عندك، فعشان تحرق الطاقة اللي عندك بدك تبلش من الصبح بوجبة رئيسية اللي بسموها الوجبة الملوكية. هذا واحد. تاني بدي أسألك شغلة على الموز، كل ما قدم الموز تغير لونه، تغير لونه بصير فيه فائدة أعلى. صح يعني هي الفائدة بتختلف حسب لونه. يعني تحكي لك الموز، إذا بنحكي عن الكونستيبيشن اللي هو الإمساك، إذا بتاكل الموز وهو مستوي بيساعد على الإمساك، إذا بتاكله وهو ناشف بيخفف من الإمساك. معلومة مهمة، يعني خارج معلومة مهمة جدا. لا بس معلومة مهمة جدا، بس بيعتمد على درجة استواء الموز بتختلف فوائده. أنا بحب طبعا، أنا هذا فطوري الصراحة، يعني مش عم بعمل لك وصفه. لا شوفان كمان فطوري المفضل. شوفان، الشوفان بيحتوي كثير على الالياف، يعتبر من احد الاغذيه الارتفاعا بالالياف الدقيقه، وبينزل الكوليسترول وبيحافظ على صحه القلب اللي هو اهم عضو في جسم الانسان حتى يكون الرجل يحافظ على اداء عالي، انه يكون عنده قلب سليم. فالشوفان مع اللوز، انا شايف هذا فطور لازم، فطور مع اللوز، مع فطور يكون بصباحيه كل عريس، هذا الفطور فستق حلبي، فستق فعلا انها مميزه. بعدين وهلا بدك تحط الموز. بدي احط الموز طبعا حسب الرغبه. لا كتر، كل ما تكتر زاكي بكون. لا انا هخلصها كلها، انا هاي ما تخافش علي فيها، انا بحب طعم الموز العادي. الموز هيك هاي ناكلها طبعا. بعدين بالنسبة لي أقوى مكون العسل. العسل بيحتوي على مادة اسمها البورون، هذا البورون بيعمل على تنظيم الهرمونات الذكورية والأنثوية اللي بتكون عند الإنسان، فبيعمل بالانس بيناتهم. عشان هيك العسل كثير مشهور كمنشط ومقوي، لأنه بيعمل على تحسين توازن الهرموني عند الشخص اللي بياكله. وهي مرة قررت استعمل حليب الصويا مش الحليب العادي. ليش؟ برضه هو يعني كتغيير، لانه في كثير ناس ما بيقدروا لاكتوز انتوليرانس، هذا بسموه انه اللاكتوز بكون فبزعجهم، بعدين كالوري تبعته اخف كثير جدا ومفيد. ومفيد بنحط، والصويا غنيه بهرمون الاستروجين، هذا بهم الستات كثير، الاستروجين خاصه في مراحل متقدمه العمر، الصويا مصدر طبيعي للاستروجين اللي هي اصلا الست بتفقده مع العمر. على اي عمر؟ يعني على 50. أنا سألتك عشان أفتح معك موضوع. أفتح لا. والله هذا. والله. يعني والله ما بتحسوا هيك يفتح النفس. بقول لك لقمة صحتين وعافية. على قلبك. أول ما خلص الدكتور شوفكم حطة جديدة. ها؟ يا سلام. رائع. شايف؟ رائع جداً. ما بتحط سكر العسل. اسمع أنا بدي أكمل، أنت بتقدر تختم الحلقة. طيب أنا أختم الحلقة. طيب ماشي. شوفكم حلقة جديدة من دكتور يمان مع شيف مان. أسبوع القادم، صحتين وعافية سيدي.